السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجميلة في الريفت 2024 ان انت تقدر تغير اللون بتاع الواجهة. مش بنتكلم على الخلفية اللي هنا، لا، اللون بتاع الواجهة كمان تقدر تتغير فيه، هو لا اما وايت لا اما بلاك او دارك، او ممكن تقوله لا ده انا عايزها تبقى زي الويندوز نفسه، انا لو غيرت الويندوز يتغير معايا. طيب نجيبها منين؟ هقول له من فايل اوبشن ونروح رايحين للكالر. هنلاقي حاجة اسمها يوزر انترفيس اكتف ديم، تقدر تختار بقى دارك او لايت او يوز سيستم سيتنج. طيب لو قلت له انا عايز لايت وقلت له اوكي، بص رجعت ايه للافتراض اللي كان موجود قبل كده. لو دارك خلاص ده رجع اسم. لو سيستم هتتبع السيستم. طيب هتتبع سيستم ازاي؟ خلينا ندخل على الكنترول بانل واقول له personalization، واروح على الكالر والاقي هنا دارك، ممكن اقول له لايت. لايت ده هيتعمل لكل النوافذ وكل حاجه، تمام؟ يعني حتى الواجهه دي هترجع ايه وايت عادي بالشكل ده. طيب لو احنا رجعنا تاني هنا اوبشن، ممكن تقول له بقى من كولر انا عايز استخدم يو سيستم سيتنج، يعني مش هياخد حاجه خاصه بيه، هيتبع نفس اللي موجود في الويندوز. طيب بمناسبه الذكاء الاصطناعي، بقى موجود في كوبايلوت جوه الويندوز نفسه، خلينا نقول له للكوبايلوت change to dark mode، تمام؟ فهو بيعمل حاجتين، ان هو ممكن تسأله اسئلة وتجاوبه، او ان انت تديله امر ان هو يغير الويندوز نفسه، مثلا تقول له غير الخلفية. فدي من الحاجات الجميلة جدا في الذكاء الاصطناعي، تمام؟ هيغير بقى الدارك مود لكل حاجة. تقدر تقول له غير لي العكس بقى، تمام؟ وممكن تقولها له صوت، يعني ممكن تدوس على المايك هنا وتقول له صوت ويحول الصوت ده لكتابه ويبدا ان هو يتعامل معاه، تمام؟ فجربوا الكوبايلوت اللي نزل في التحديث الجديد، هيعجبكم ان شاء الله. سلام.